ومستمعينا الافاضل هكذا نجدد لكم التحيه واللغة في استمراريه انطلاقات اشواط امسيه هذه الليله ضمن منافسات سن الاذاعه لاصحاب السمو والشيوخ. فهنيا لكل المضمرين المتالقين في اشواط السوع وفي الاشواط الماضيه، فتهانينا لكل الفائزين. نسير مع انطلاقه جديده من انطلاقات الخير والبركه، وشوطنا السادس الذي يضم نخبه من الجعدان لاذاعه المسافه هي 5 كيلومترات التي تحظى بهذه المنافسات الغوية في ميدان المرموم عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسينج. أسير إلى مقدمة الشوط وإلى الصدارة إلى المركز الأول، وهنا الآن انخلي لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. يأتي هنا المكتشف علي بن هزيم المسافري في عملية تضمير وتدريب، بينما النقل إلى المركز الثاني ليتقدم شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. وعبيد بن محمد بالضبيعة يقود في عملية تضميره وتدريبه، بينما نتابع اللي على المركز الثالث وهذا شاهين من هجن العاصفة وغياث الهلالي يتولى عملية تضميره وتدريبه. معلن هذه الانطلاقة، بينما نتابع اللي على المركز الرابع والنقلة إلى رابع التحديات. يأتي هنا الشامي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، والخبير متواجد مسري بن سالم بالعرط الحميري في عملية تضمير على المركز الرابع، بينما في المركز الخامس هنا يأتي في هذه اللحظات ويتقدم اللي هو سرمد لسمو الشيخ لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن محمد آل نهيان. وياتي لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، ويأتي في عملية تضميره وتدريبه الصادق بن فضل الأمين من يتولى عملية تضميره، بينما في المركز السادس هذا الآن سلود لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم وطارش بن مبارك بالقوبع في تضميره، بينما على المركز السابع هذا مزعل لمعالي الشيخ محمد بن بطيال حامد ومختار بن أحمد يقود في عملية التضمير. وهناك انخلي على المركز الثامن يتقدم لسمو الشيخ حمدان بن محمد رايد المكتوم، يأتي في عملية تضمير علي بن هزيم المسافري، وتاسعا يتقدم هذا وافي من هجن سيح السلم سهيل بن مبارك بن مرخان في عملية تضميره أو تدريب، بينما في المركز العاشر هناك نختم النداء مع الجولة الأولى، هناك يتقدم سيد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم وعتيج بن سالم بالعرطي الحميري في عملية تضمير وتدريب المتمرس. هذه النتيجة للعشر المراكز الأولى، ولكن نعود بعد ما تممنا ندائنا الأول إلى مقدمة الشوط العودة إلى شاهين. هذه إمبراطورية تجلى العاصفة هنا في هذا المساء، أعلنت ظهورها في هذا الموسم مع أيضا انطلاقات هذه الشارة اللي يشاهدونها عبر هذا النقل الحي والمباشر من قناة دبي ريسينج. هذه مؤسسة يجل العاصفة تقدم لنا شاهين وغياث الهلالي في عملية تضمير وتدريب. أما ركزنا ومعلن تركيزه العالي من بداية الموسم مع هذا الشعار الجماهيري الخطير، بينما في المركز الثاني يتقدم الشامي لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. يأتي الخبير مسري بن سالم بالعرط الحميري في عملية تضمير، وهناك اللي على المركز الثالث هذا شاهين لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم. عبيد بن محمد بالضبيعة يقول
عودة في عملية تغمير وتدريب. هناك من الجانب الآخر شعار معالي الشيخ محمد بن بطيال حامد يقدم أيها الأخوة الكرام. هنا مزعل وأيضا ومختار بن أحمد يغود في عملية تغمير وتدريب. بيرم اللي تحرك، بيرم اللي وصل على المركز الخامس، هذا سيد لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. يلا يا المتمرس عتيج بن سالم بن العرطي الحميري في عملية تغمير. هذه النتيجة يا أيها الأخوة الكرام، ولكن الكيل الأخير وجولة الأوامر النهائية بانت المنصة بانت، والفوز إلى وين؟ بينها ولا الشعارات العملاقة اللي لها قاعدة جماهيرية في الخليج، شعارات أصحاب سمو الشيوخ. ولكن هناك سيد من يتسيد المقدمة والصدارة الأولى لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم عتيج بن سالم بالعرطي الحميري الحميري روحي المتمرس روح. بينما هناك ايضا اغير من السياج الخارجي، هناك سرمد لسمو الشيخ محمد بن ذياب سيف آل نهيان وصادق بن فضل الامين اللي اعلن تواجده وانطلاقته والمقدمة والصدارة الأولى. ما شاء الله وتبارك الله. بينما هجل العاصفة تقدم شاهين على المركز الثالث وغياث الهلالي في عملية التغمير، ولكن الفوز محتار. سرمد على المقدمة، أصمد يا صادق بن فضل الأمين، والمتمرس يحاول مع اللحظات الأخيرة. غياث غادم ولكن سرمد على المقدمة. تهانينا والناموس لسمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، وسلام إلى العاصمة أبوظبي. تهانينا والناموس للصادق بن فضل الأمين على تألق سرمد وانتزاعه لناموس الشوط. بينما في المركز الثاني سيد لا أيضا سمو الشيخ راشد بن حمدان برايد المكتوم. المركز الثالث وصل فيه شاهين لهجل العاصفة، بينما شعار سمو الشيخ حمدان بن محمد برايد المكتوم احتل المركز الرابع. والمركز الخامس كان الوصول من شعار سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هذه النتيجة أيها الأخوة الكرام للخمسة المراكز الأولى، عودة إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول سرمد إلى خط النهاية. مهدي سمو الشيخ محمد بن ذياب بن سيف آل نهيان، التوقيت الزمني 7:54، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لك يا صادق بن فضل الأمين على اختطافك وتألقك من أبو سياد الشوط. بينما سيد وصل في المركز الثاني ب7:55، 7 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا للمتمرس عتيج بن سالم بالعرط الحميري. بينما شاهين وصل ب7 لهجن العاصفة و56 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن العاصفة، وتهانينا لغياث الهلالي. تهانينا للجميع. بسم الله.